الدولة المصرية حققت طفرة كبيرة جدا في مشروعات البنية التحتية اللي بتعتبر حجر الأساس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وده بالتأكيد أثر على تحسن ترتيب مصر في مؤشر البنية التحتية في تقرير التنافسية العالمي. الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة في سبيل النهوض بالبنية التحتية باعتبارها من أهم المجالات اللي بتأثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمام كبير لمشروعات البنية التحتية في السنوات الأخيرة، معتبراً إياها حجر الأساس للاستقرار الاقتصادي، وده شدد على أهميته في أكتر من لقاء له. وتم افتتاح عدد من المشروعات التنموية في المحافظات المختلفة، ومن خلال المشروعات دي تم التأكيد على أن مصر تتوجه نحو عصر جديد وجمهورية جديدة تنتصر للعمل والبناء والمستقبل في كل مكان على أرض مصر، لتؤكد أن المواطن المصري دائماً يستحق حياة أفضل وحياة كريمة. وساهمت المشروعات دي في جعل مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وعززت من دورها الإقليمي والدولي. ونتيجة لهذه الجهود تحسن ترتيب مصر في مؤشر البنية التحتية في تقرير التنافسية العالمي لعام 2019 لتحتل المركز 52 مقارنة بالمركز 56 في تقرير عام 2018. ونفذت الدولة ما يقرب من 27 مشروع بتكلفة تصل ل 700 مليار جنيه حتى عام 2024 بمشروعات شملت قطاع مترو الأنفاق والجر الكهربائي. ونفذت الدولة ما يقرب من 27 مشروع بتكلفة تصل ل 700 مليار جنيه حتى عام 2024 في مشروعات شملت قطاع مترو الأنفاق والجر الكهربائي. كما تقدمت مصر 100 مركز في مؤشر جودة الطرق اللي بيقيس كفاءة وسلامة واتساع الطرق، لتحتل المركز 18 عام 2021 مقابل المركز 118 عام 2015. أيضاً تقدمت 31 مركز في مؤشر البنية التحتية للمطارات اللي بيقيس مدى كفاية اتصال المطارات وسهولة الوصول من وإلى العديد من الدول، لتحتل المركز 32 عام 2021 مقابل المركز 63 عام 2015.